الفيلم ديالك يتعرض لأول مرة، شنو علاش اختاريتي بالضبط هذا المهرجان اللي تعرض فيه لأول مرة؟ وأول حاجة مزيان اللي تعرض الفيلم أول مرة في مهرجان دولي، أول حاجة كيتنافس كيستافد من الحضور ديال الناس بحالكم الإعلاميين، لأن كاين واحد الحملة إعلامية كتكون تابعة للمهرجان، كاين اهتمام كيخلق كنعتقد أنه إضافة للمسابقة أنه كيخلق واحد الاهتمام للفيلم، لأنه مسابقة دولية فيها جوج الأفلام مغربية، فأكيد حنا في المغرب غادي يكون الفيلم الجمهور المغربي اللي غيجي، ولا الصحافه غتهتم بهذا الفيلم. حنا كنستغلوا هذه الفرصه هذه، اضافه ان المهرجان عندي معاه علاقه طويله، الافلام ديالي كامله كتدوز مهرجان الى حد ما تكون دخل المهرجان، فبالتالي هذه المكان الطبيعي ديال الفيلم، وخصوصا في هذه القاعه الجميله ابينيدا كيدوز فيها الفيلم، هذا عهدي بوحده راه قربنا اكثر من قصه الفيلم. وشنا هما المواضيع اللي حاولتي تعالجهم في الفيلم؟ فالقصه الفيلم بسيطه جدا، هو الفيلم يحكي قصه اول موعد غرامي بين شاب وشاب في سنوات الثمانينات، وهما يواجهان جميع الصعوبات لكي يجعل من تلك اللحظه ممكنه، وكذلك بعيدا عن رقابه المجتمع. والفيلم من هذه القصة هذه كيطرح مجموعة القضايا، أول حاجة شهادة على واحد المرحلة معينة، شهادة على المجتمع المغربي، وإعادة تساؤل على واحد القضية اللي مطروحة الآن مثلا ديال العلاقات الرضائية ومجموعة الأشياء، وكذلك هو فيلم ديور الفرجة، بعدا الفروجة خصهم يتفرجوا ويتمتعوا به. اختاريتي تصور فيلم ماشي في استوديو، شنو السبب؟ لا كنت كنفكر كنت كنقول لا ما جبرتش ديك الدار اللي خصني نصور فيها، كنت كنصور في استوديو، ولكن فينا لقينا دار اللي عدلناها استوديو. بالنسبة للمدينة اللي تم تصور فيها الفيلم؟ مدينة العرائش، المدينة ديالي، الحومة ديالي، صورتها في الحومة. دائما علاش اختاريتي تصوروا في الحومة؟ كنت كنصوروا الأشياء اللي كنعرفوها، كنصوروش الأشياء اللي ما كنعرفوهاش، أنا كنعرف هذيك القصة مزيان، كنعرف المدينة ديالي كما كنعرف تطوان، فكنبقى غير كنبقى في السيكتور ديالي، زعما ما كنحاولش، لأن ديك الأشياء كنضبطها وكنعرفها، كنعرف العقلية ديال الناس، كيعرفوني، كنعرف الأمكنة، عندي فيها ذاكرة، فبالتالي الطموح ديالي هو يكون كاين الصدق، والصدق هذا هما لي زانغريديون ديالو. القصة مقتبسة من قصة حقيقية، لو ما كانتش هذيك القصة كنظن أن الفيلم ما كانش غيكون، ولا كان غيكون؟ لا كان غيكون، هو خليط مجموعة من القصص حقيقية مع بعض الأشياء اللي هي شخصية، وبطبيعة الحال الفيلم راه فيلم، يعني هو تركيب القصة وقعت شحال هذه، ولكن أنا الفيلم هو أقوى من هذيك القصة دابا الفيلم اللي كاينة، فبالتالي هو تركيب، هو كتابة، هو خيال، لأن بزاف الأشياء متخيلة. تكلمنا على الدور ديالك ولا قربنا أكثر من الدور ديالك؟ واش غنقول لك، الدور ديالي كنت كنلعب أحمد، واحد الشخص، واحد الشخصية اللي كانت كتعيش في الثمانينات، وكان كيدير ما أمكن باش يمشي هو والصديقة ديالو الحبيبة ديالو باش يكونوا في واحد المكان بيناتهم وياخذوا فيه راحتهم. هاد التجربة هادي كانت بالنسبة ليه أول تجربة، لا بالنسبة ليه ولا بالنسبة للبطالة، وهذه مغامرة ديال انتقال ديالو من الطفولة أو من البراءة لواحد العالم اللي بغى يكتشفه، اللي يبدل له المسار ديال حياته والمسار ديال حياة كذلك الهدى البطلة. الفيلم كانوا فيه بعض الجرأة، يعني مشاهد جريئة بعض الشيء، واش انت ما عندكش مشكل انك تشارك في افلام اللي فيهم الجرأة في المشاهد؟ بالنسبة لي انا الجرأة عندها واحد الحدود، ولكن نقدر ندير واحد الاعمال اللي نوعا ما جريئة، ولكن ماشي عندي حدود اللي ما نقدرش نوصلهم. بالنسبة لي هذاك المشهد اللي كاين في الفيلم مشهد أي واحد كيعيشه، وما عندنا علاش نخبيه زعما الشمس بالغربال يعني. هذه أول مرة كتمثل فيلم سينمائي طويل، شنو هما الصعوبات اللي لقيتها؟ فعلا كانت أول تجربة كبيرة بالنسبة لي. التجارب هي أنني تلاقيت مع ممثلين كبار اللي مسانس كنشوفهم في التلفازة، وخدمت مع مخرج بحجم ديال محمد شريف طريبق، كانت معاه تجربة رائعة بزاف، تعلمت فيها بزاف، كانت في حال فورماسيون. أنا بالنسبة لي يعني الحاجة اللي ربحتها ماشي هو الفيلم بقدر ما ديك الفورماسيون اللي دوزها في ديك الشهر ديال التورناج، وكنتلاقى مع ناس اللي كيعملوا لي غومارك وكيكيديوك، وهذه اكبر حاجه
تعلمتها وربحتها من هذا الفيلم هذا.